أنتقل الآن للصحفية هبة مصالحة. هبة، ما زلنا نتابع ردات الفعل من إسرائيل تجاه هذه العملية التي أسفرت حتى هذه اللحظة أو كانت قد نتجت يعني بتحرير 4 مختطفين إسرائيليين. نعم، هناك احتفاء كبير بإسرائيل وخاصة في وسائل الإعلام الإسرائيلية لهذه العملية التي تمت بمشاركة من جهاز الشباك والجيش الإسرائيلي وبمساندة من سلاح الجو الإسرائيلي، والتي أيضا تمت التصديق عليها يوم الخميس الماضي، وهي بحسب الجيش الإسرائيلي كان الاستعداد لها منذ أسبوعين، والمستوى السياسي والجيش وافق على هذه العملية يوم الخميس. أحد المحتجزات كانت عملية تحريرها أسهل من الثلاثة الباقين الذي واجهوا عند عملية التحرير مواجهة شرسة من قبل المسلحين الفلسطينيين داخل النصيرات، وأن العملية كانت في منطقتين مختلفتين في مخيم النصيرات. الحديث بوسائل إعلام إسرائيلية الآن وفي ظل أيضا تراجع بني جانس وزير الحرب عن الاستقالة، من أن حكومة نتنياهو أصبحت أكثر تماسكا بعد هذه العملية، والحديث بعدها أو في ظل كان هناك خلال الأيام الماضية الحديث عن حل هذه الحكومة، وأن هناك حزبين من الأحزاب اليمينية المتطرفة تقبل بالتوجه لصفقة تبادل مثل شاس ويهودتها توراة، والآن في وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن أن حتى لو كان هناك موافقة سابقة الآن يمكن أن تذهب باتجاه الضغط العسكري لاستعادة تحرير الأسرى والمحتجزين، ولكن يبقى الانتظار أيضا في هذا الموضوع بالتحديد لما سيتحدث إليه بنيامين نتنياهو مساء اليوم للحديث عن هذه العملية. لا توجد يعني حتى هذه اللحظة هبة أي ردود فعل، أي تصريحات سياسية؟ نعم، كان هناك تصريح لإسرائيل كاتس وكان يتحدث عن فرحة كبيرة بهذا الإنجاز، والتصريحات بغالبيتها هي تتحدث عن إنجاز إسرائيلي وأن الضغط العسكري من الممكن أن يؤدي إلى تحرير الأسرى، ولكن الجدير ذكره أنه منذ 7 أكتوبر حتى الآن تم تحرير فقط 7 أسرى محتجزين لدى حركة حماس من خلال العمليات العسكرية، وكان هناك من خلال الضغط العسكري عمليات لتحرير الأسرى فاشلة، قتل في أحد هذه العمليات 3 أسرى، ولكن أيضا أهالي الأسرى والمحتجزين يريدون عودة الأسرى أحياء، على الرغم من أن هذه المرة كان هناك نجاح بسبب هناك عمليات استخباراتية، والحديث بوسائل الإعلام الإسرائيلية أنه من الممكن أن تكون هناك قوة مستعربين هي من جلبت المعلومات عن تواجد هؤلاء الأسرى، وهذه القوة يعني هي موجودة في الجيش الإسرائيلي لجلب المعلومات والاستخبارات، وأنهم يرتدون الملابس ويتحدثون اللغة المحكية، ومن الممكن أن تكون هي من جلبت هذه المعلومات عن تواجد الأسرى. يعني يا ريت للجمهور العربي إذا سمحتي هبة لو المزيد من التفاصيل عن قوة المستعربين هذه، كيف تتفاعل، كيف تتحرك، كيف يعني بالفعل يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي في الحصول على معلومات تؤدي في النهاية لمثل عملية مثل هذا المستوى؟ نعم، قوة المستعربين هي تختص بعمليات الاغتيال والاقتحامات داخل مدن الضفة الغربية بالتحديد، وهي يعني تحكي اللغة المحكية لدى الشارع الفلسطيني، وأيضا يعني الشكل حتى لهذه القوة يكون يشبه السكان المحليين، ولذلك من الصعب الكشف عن هذه القوة، ولهذا هي تعمل في عمليات الاغتيال وعمليات الاقتحامات لهذا النوع بالتحديد.